سبيل من جيش خرجها؟ ما بيو زيد ودي سموه جبور طاهر. أيها قلت لها قلت لها قال يعني رايح بيت بالعرس الغد من داك صباح من نوت خرجت برا قاعد يسقسي في صحابه قال لي وديس راحوا مع من راحوا قال لي راحوا مع جوارين هنا في الحومة تاعنا اليوم عندها 12 يوم ما بان لي خبر عليه. قلنا لامارين هو نهار لامارين سجلونا تما وعطيتهم التصويره تاعها. دا ست اصحابه راح معاهم من اللي راح ما بينش ما سمعني تخبر راح سقسي بابه برا الحومه قال لي راح مع اصحاب فلان وفلان ياد الحومه هذا ما سمعنا. نسقسي على ولدي راه 12 يوم من خرج نطلب السلطات العليا تحوسنا تخرج حوسنا على اولادنا في 12 يوم ما بانوش حيين ولا موت يخبرونا. حنا اللي فيه وسعنا درناه حنا اتصلنا بالناس في فرنسا عطيناهم تصاور قلنا لهم ودي شوفوا لنا في ليكون الا كاين قال لك ودي راه ماشي خليهم يهضروا في التليفون عطيناهم تصاور تاعهم قلنا لهم فتشوا لنا هاد الناس ما كانش اللي رجع لنا خبر. حنا نجدوا هاد السلطات المعنيه على جال هادو خوتنا سته اللي خرجوا منا من الحومه في هاد الحرقه اليوم عندهم 12 يوم مازال ما بانوش دورنا محروقين حنا كاع معاهم والديهم اللي توصلوا يخرجوا في نص الليل يبكوا هنايا. نطالبوا من السلطه المعنيه بالامر يشوفوا نادي خوتنا سيتياسيو تاعهم كاسا لا اسكو ماتوا اسكو محيين.